مساء الفل بيقولوا ان البنت حبيبه باباها وبيقولوا كمان البنت قلب اختها بس اميره بطل القصه حقيقيه النهارده اتعرضت للظلم من الاتنين الاب والاخت لدرجه ان هي بقت تكره شكلها وما بقتش تحب تبص في المرايه وعشان نعرف ايه اللي حصل لكل ده تعالوا نسمع حكايتها من الاول اسمي اميره عندي 17 سنه احنا عايشين في حلوان وبابا راجل سعيدي وليه كلمته في المنطقة وبيحل مشاكل الناس يعني بيقعد في قعدات ويسمع ويحل وكده وماما كمان ست بيت وصعيدية هي وبابا قرايب وعندهم تلات بنات اتنين متجوزين والتالتة تبقى أنا آخر العنقود زي ما بيقولوا وتلت صبيان اتنين منهم برضو متجوزين وعندي كمان أخ وأخت من أبويا وطليقته القديمة يعني احنا تمن اخوات وانا صغيره بابا دخلني تعليم ازهري عشان اتربى على التعليم والدين مع بعض بس طلعني من التعليم بعد تانيه اعدادي اكمنه صعيدي ولما قعدت في البيت حسيت اني دخلت السجن مفيش خروج ولا مسموح اشوف صحابي ولا حتى بقيت اقعد مع حد ولا اي حد من قرايبنا خالص رغم اني اصغر واحده في البيت يعني اخر العنقود بس حاسه ان كلهم بيكرهوني وبالذات اختي الكبيره اللي عقدتني من اختي اللي بكلمكم عنها تبقى اختي من امي وابويا هي اكبر مني بكتير يعني انا 17 سنه وهي 32 سنه وبتشتغل ومتجوزه رغم اني طول عمري بسمع ان الاخت الكبيره هي السند والسر والحنيه بعد الام بس طلع ان ده كله غلط لانها كانت بتغير مني ودايما بتحاول تكره الناس فيا وتبوظ علاقتي بكل اللي حواليا ودايما تهز ثقتي في نفسي وتخليني احس اني وحشه وقليله يعني مثلا طول عمري انا تخينه بس كل اللي يشوفني انا واختي كان بيقول اني احلى منها وان روحي حلوه لاني بحب اضحك واهزر وبالمناسبه اختي كمان تخينه برضو بس مش بتركز في تخنها قد ما بتركز معايا وكل شويه تعايرني وتقول لي يا تخينه يا عجله وتفضل تعايرني وتشتمني وانا اسمع واعمل نفسي مطنشه وساعات كانت بتتشنج وتقوم تضربني من غير سبب واللي حاسس في نفسيتي اكتر انها من كتر ما بقت تكرر كلمه يا تخينه يا عجله البيت كله بقى يقلدها وبقيت الكلمة على لسان أمي وبابا وأخواتي يا عجلة يا عجلة بدل ما يقولوا لها عيب ما تقوليش الكلمة دي لأختك لدرجة إني بنسى اسمي إيه أصلا وبقيت ما بحبش أبص في المراية اشتكيت لبابا في مرة قال لي أمي يا عجلة اغسلي المواعين أو اعملي أكل أو ساعدي أمك بلا دلع بنات أما أمي تحب أختي بشكل مش طبيعي ومستعدة تموت نفسها لو لقيتها زعلانه او مخنوقه ودايما تقول لي هي احسن منك هي اللي انا خلفتها هي بنتي مع اني والله بحب ماما قوي وبعمل لها كل حاجه ممكن تتخيلوها عشان بس اسمع منها كلمه انا بحبك يا بنتي او حتى دعوه حلوه منها بس ما لقيتش ده لحد ما كرهت ماما بسبب اختي الوحيد اللي كان قريب مني في عيلتي واتصاحبت عليه كان اخويا اللي من بابا كان طيب عليا وحنين قوي ولما كنت ببقى مخنوقه كنت بكلمه وكان بيقف جنبي جاب لي تليفون وعمل لي واتساب وقال لي لو عوزتي اي حاجه قوليلي وانا هعملها لك ولما كنت بحب اخرج كان بيجي لي البيت وياخدني يخرجني ويجيب لي هدوم ويتمشى معايا وكان يوم عيد ميلادي هو اللي بيحتفل بيا ويديني هديتي بجد مش هشوف احن منه ابدا وعمته كمان كانت بتحبني بس ما كنتش بشوفها كتير ورغم حنيه اخويا كنت حاسه بوحده وحزن لانه في الاخر هو ولد وانا بنت مش كل حاجه ينفع اقولها له وما كانش ليا اصحاب بنات قريبين مني ينفع اتكلم معاهم في مشاعر حساسه ما تفهمهاش غير بنت زيي وفي مره قلت هروح لاختي واتكلم معاها وهديها فرصه اني احبها وتبقى صديقه ليا وبدل ما سري يطلع بره لحد ما اعرفوش اختي اختي اكيد هتصني وتخاف عليا قلت لها في سر عايز احكيه لك وارجوكي ما تقوليش لحد عشان بابا مش هيتفهم اللي هحكيه لك وحكيت لها اني بحب شخص وسالتها اعمل ايه قالت لي هو هيحبك على ايه يا بنتي؟ انت وحشه اصلا ومش هيبصلك يا معفنه يا عجله. وقعدت اضحك وقلت لها عندك حق بس كنت بتقطع من جوايا ومن قهرتي رحت قلت لماما قلت اشدها ليا واخليها صاحبتي لما بدات اخليها تحبني ونبقى صحاب واحكي لها اسراري عشان كنت محتاجه حد يسمعني. اختي خلت ماما برضو كرهتني وبعدت عني وخدت رقم الولد وخلت اختي شتمته وقالت له ما تكلمهاش تاني فبعدت عنهم وقلت احاول اقرب لبابا ويبقى صديقي بس بابا ما كانش بيتفاهم معايا وبعدت عنه هو كمان حتى جوز اختي اللي كان بيحبني زي بنته بالضبط وبيشكر فيا قدام اختي فضلت اختي وراه لحد ما كرهني فعملت تليفوني والاوضه بتاعتي صندوق اسراري ووجعي وبقيت بكتب على التليفون كل حاجه بتوجعني والناس اللي اذتني بس تعبت تعبت لاني عايزه اتكلم مع حد من لحم ودم حد يفهمني وافهمه لحد ما اتصاحبت على واحده من الشارع بتاعنا كانت اكبر مني بشويه وكنت بحس فعلا ان هي امي وابويا وصاحبتي واختي وعرفتني يعني ايه حب يعني ايه حب الام لبنتها؟ وفضلت معايا ولما اختي كانت تيجي عندنا وتشتمني وتقول لي يا عاجله صاحبتي كانت بتنصحني اقول لها بصي لنفسك الاول في المرايه قبل ما تتريقي علي علمتني اكون قويه ولما اختي تقول لي كده ما جريش على اوضتي واعيط. بس للاسف صاحبتي دي بعدت عني بعد ما اتخطبت وفضلنا نبعد ونبعد لحد ما بقينا لما بنشوف بعض صدفة أكننا ما نعرفش بعض ورجعت أختي تاني لعادتها في إنها تضايقني بقت تقول لولادها قولوا لخالتكم يا عجلة في الشارع عشان جت في يوم كانت عايزة تلبس حاجة من عندي فقلت لها أنتي أدخل مني وممكن لي هدومي فزعلت وقررت تنتقم فضلت تكرر في الكلمة دي وتضايقني كل شويه لحد ما خلتني في مرة كنت هرمي نفسي من البلكونة وفي مرة خلت بابا خد مني التليفون عشان قالت له أميرة مش هتنفع دي مخها تخين ولو اتجوزت هترجع لنا من أول أسبوع وبابا خد بكلامها وبقى يقول لي يا رب تموتي أو سمي نفسك عشان نوفر الفلوس بتاع جهازك لحد ما كرهت نفسي وشكلي وكل حاجة فيا ما بقاش معايا حتى تليفوني اللي بكتب عليه مشاعري وأحاسيسي رحت عند ماما وخدت موس وقطعت إيدي قدامها عشان أخد التليفون وفعلا أخدته بس أختي قالت عليا دي فجرة دي قطعت إيدها عشان بتحب واحد مع إنه والله ده ما حصلش هي أصلا من يوم ما كلمتها على الشخص اللي بحبه وقالت لي مين هيبصلك يا تخينة يا عجلة ومن ساعتها وانا شايله حكايه اني احب او اتحب من دماغي عشان بقيت حاسه ان شكلي وحش زي ما هي وفي يوم ابن عمي كلم ماما وقال لها انا معجب ببنتك ورغم اني دلوقتي مش جاهز بس انا قلت اكلمك عشان عايز احجزها واخد رايك وماما راحت حكت لاختي وانا ما كنتش اعرف حاجه خالص فلقيت اختي بقت بتقول لي كل يوم انا مش مطمنه لك وكانت بتاخد تليفوني يتفتش فيه كنتش عارفه هي بتعمل كده ليه لحد ما جه يوم واتخنقت من اسلوبها معاي وقعدت مع ماما راحت حكت لي على اللي حصل وبدات افهم ليه اختي كانت بتقول لي كل شويه يجيلك عرسان بيحبوكي مش عارفه على ايه ده انت عايشه حياتك انا تعبت بجد ولما بفكر في اللي اختي بتعمله معايا بقوم تاني يوم جسمي كله ازرق من الزعل مش عارفة أحكي لمين نفسي حد أطمن له وأحكي له وما يقوليش يا عجلة ولا يتريق علي وليلي أعمل إيه قولي <applause> أعمل إيه في حد بالوحشة دي إيه ده لحد هنا وخلصت حكاية أميرة اللي قصتها مع التخل والتنمر أنا بتضايق منها يعني بفتكر حكايتي زمان زي ما كنت بقول لكم 116 كيلو فاكيد كنت بعيش ده وطول بعرض كمان فاكيد كنت بعيش ده وممكن يكون من اقرب الناس ليا هم بيفتكروا ان هم بيعملوا كده عشان مصلحتنا عشان يحسنوا مننا عشان نخس بس انا مش شايفه في الحكايه دي كده ولا كنت شايفه في حكايتي كده بس لازم اقول كده عشان احبهم بس الاحساس اللي هي بتعاني منه صعب قوي خصوصا لما يكون جاي من اختها وباباها طب ليه؟ اللي هم اصلا اول حد المفروض ياخدها في حضنه يوم ما حد يشتمها ويعايرها هم دول المفروض يقولوا لها انت جميله ما تصدقيش كلامهم ويدوها ثقه في نفسها طب دلوقتي اميره هتعمل ايه مع اختها؟ وتعمل ايه مع بابا؟ هتحكي لمين اذا كان اقرب الناس ليها هم سبب مشاكلها وازاي نرجع لها بقى ثقتها في نفسها بعد ما صدقت ان شكلها وحش بقى يجي عرسان ومش شايفه ان هي او تستاهل زي اي بنوته حلوه اسئله كتير قوي في حكايه اميره والأول مرة هاخدها حكاية شخصية وشخصا الأمور شوية وأنا معاكي متعاطفة معاكي جدا يا أميرة عشان لا بحب إن حد يتريق على حد ولا إن حد يدمر حد نفسيا كده لأنه في الآخر بتحصل حاجتين يا جماعة يا هو ثقته هتتهز يا هيبقى فعلا عدواني عدواني هيمشي يلطش في كل اللي حواليه عشان ينتقم أسئلة كتير قوي هنجاوب عليها بس بعد الفاصل استنوني أميرة آخر العنقود ما بين ثمان إخوات باباها خرجها من التعليم الأزهري وهي في تانية إعدادي باباها رجل صعيدي طبعه صعب شوية أميرة عايشة في بيت مش لاقية فيه حنية في تنمر وتريقة على جسمها وشكلها ومن مين؟ من أختها الكبيرة وأختها الكبيرة المتجوزة ومخلفة وبينهم فرق يعني 15 سنة زي ما هي قالت لكنها ما كانتش سايبة أميرة في حالها دايماً بتتريق عليها دايماً تقول لها يا تخينه دي عجلة ولما مرة أميرة حاولت تقرب لها وتحكي لها إن هي بتحب أختها الكبيرة قالت لها إيه بقى؟ قالت لها أخدك على إيه؟ أنت وحشة وشكلك تخين مع إن أختها كانت أدخن منها تخيلوا وبدل ما الأب والأم يقولوا لها عيب كده دي أختك الصغيرة وفي مقام بنتك عيب بقوا يقلدوها ويقولوا الأميرة يا تخينة يا عجلة وحتى ولاد أختها الصغيرين بقوا يقول الأميرة في الشارع يا تخينة يا عجلة إيه ده؟ لحد ما أميرة كانت ترمي نفسها من البلكونة وبقى تلاقي حد تطمن له وتفتح له قلبها من غير ما يعايرها ويتريق عليها وعشان كده منورانا ومشرفانا النهاردة دكتور منى حمدي استشاري الصحة النفسية عشان نشوف نعمل إيه مع أميرة ونقولها تحل مشكلتها إزاي؟ منورة يا منى أخبارك إيه؟ عاملة إيه؟ يا ها. الحمد لله أهلا بيكي في الموسم الجديد أهلا بيكي قولي لي بقى دي غيرة غيرة ممكن تعمل كده؟ هي الحالة مبدئيا كده حالة تنمر اسري مم. كاملة وجديدة الاسرة كلها بتتنمر على فرد واحد طب بيشبعهم نفسيا ده ده مرض ده ولا كل دايب. واحد في هو في اساليب تنشئة في الاسرة غير سوية بالمرة مم. اولا الاخت دي متنمرة شديدة التنمر مم. والتنم وبما ان هي متنمره وشديده إن التنمر هي بالتاكيد وبدون ادنى شك هي تعرضت للتنمر يعني المتنمر بيبقى اتنمر عليه قبل طبعًا كده بحد عليه فبيطلع غله في حد غلبان المتنمر هو شخص متنمر عليه فيما سبق آه. و... والتنمر الدراسات العلميه اثبتت ان هو بيسيب اثار مدمره وشديده لا تنمحي مع الزمن ايه بقى ايه الاثار دي ان هو اولا بيبقى كاره نفسه بيبقى تمارس عليه عنف وعدوان هو لأن بيبقى عدواني صح فهو لما بيكبر بيبقى عدواني صح؟ اللي هي بتمارسه على اختها ده مصدره التنمر اللي هي عانت منه اكيد دي كان بيتنمر عليها وهي في المدرسه بسبب نفس الحاجه اللي هي بتعير بيها اختها بما ان هي اختها بتقول ان هي فعلا سمينه يعني هي مش رفيعه عشان تعيرها بالطخ ما بقول لك عشان كده اختها مليانه فممكن يكون حد اتريق عليها فهي بتتريق على لا ده أختها. مش 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 يمكن ده اكيد تعرضت لتنمر طب ابوها وامها بصي نكمل بس اختها اختها بجانب ان هي بتتنمر على اختها عندها غيره شديده وهي ما قدرتش تقاوم هذه الغيره وسابتها تكبر جواها تحول الغيره دي عامله زي النار طب عندها غيره أو من المرض. إيه اسباب الغيرة؟ لان اختها بتقول في القصه ايه؟ ان هي كانت رغم ان هما الاثنين تخان زي بعض ولكن آآ آآ اختها كانت روحها حلوه واحلى منها مم. وفي كل مكان يروحوا فيه يقولوا لها انتي احلى من اختك الموضوع ده بياثر جدا في نفسيه الاخت لما تكون مثلا اكبر منها او اصغر منها. هو فعلا بيأثر في نفسيه الاخوات بس لما الام تيجي تقول انتوا الاثنين عندي زي بعض احنا هننقل على الام احنا هننقل آه. على الأم يعني ذوق مثلا فبتيجي تقول دي بنتك الصغيره اموره قوي يا الكبيره طالعه وحشه لمين؟ ما هي دي من الاخطاء اللي الناس أيوة. بتعملها اصلا ان انا مثلا ابقى ماشيه مع بنتي يقولوا لي شبه أه باباها لا دي مش طالعه حلوه زيك ليه؟ تخيلي. تخيلي ممكن يا شباب البنت ت... البنت ممكن تكون عندها 3-4 سنين وعلى فكره مدركه جدا وتفضل دي عايشه معاه لحد ما تكبر وتبقى كارهه مامتها وفي بيكرهوا امها اه بيكرهوا امها بيتغي... وبيغيروا منهم كمان لما بتكون الام اكثر جمالا واكثر تفوقا وتميزا م. ممكن البنت تغير من مامتها طب ام النهارده اللي معانا دي ايه؟ الام اللي معانا ديت طبعا دي اكيد تمارس عليها التمييز يعني فبتوعي يعني هي وهي صغيره كانت مامتها بتفضل الاخت الصغيره فهي آه. بتنتقم من الصوره اللي هي كانت بتعاني منها. طب اشمعنى كلنا بنمارس العنف على على الكائن الصغير؟ هنرجع نقول نظريه الضحيه. اخر إن... لا لا, لا. لا, لا. و... ما هو اخر العنقود ده بصي دايما كبش الفدا اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده في حلقه بس دي شبيهه برده بان هي اميره كبش فدا او ضحيه في الاسره متلازمة الضحية مم. إن هم بينقوا الشخص الضعيف ضعيف إيه؟ ضعيف نفسيا واحدة بتنهار مجرد ما تقول لك نفسيا ده في إشارات بتطلع من الإنسان في سلوكه إيه قادرة أقدر أقراكي أو قولي لي بقى إيه اللي بيحصل إيه عشان الناس بصي أنا عايزة أقول لك حاجة اللغة الملفوظة مم. غير مسؤولة عن 30% فقط من اللي بيوصل لنا والحقائق اللي جوه الانسان يعني قصدك الفايبز بتطلع بتبان اكمل لك في 70% الباقيه هي الغي... اللغه الغير ملفوظه اللي هي الاي كونتاكت البادي لانجويج ان احنا نبص على حد او نظرات <applause> العين طريقه مشيتك طريقه قعدتك بيبان اذا كنت مهزوزه أو ولا لا او ومن غير انا مدرس علم نفس اه انت ممكن تفهمي واحده قدامك بس بنسبه اني دارس بقى ضعيفة لا كلنا كلنا بنمارس بنمارس فكره تحليل الشخصيات بس يعني بطرق بسيطه هي فطره احنا يعني بنقرا ده يعني انت ما تقدريش لو شفتي واحده تقولي على فكره دي شخصيتها قويه طب انت عرفتي منين؟ ما اعرفش بتبان ازاي، لا ما اقدرش. ما انت مش عارفه تحددي انك ما درستيش، لكن م. هي بتوصلك يعني احنا بنمارس الشيء ولكن مش عارفين نسميه. مش هقول شخصيتها قويه او واثقه في نفسها، ممكن واحدة عناديه. وممكن القط إن انها أصحاب. ضعيفه، وممكن القط انها ضعيفه، الطفل الصغير اللي بيبقى طالع يتنمر وهو في ابتدائي ده. بيعمل قياده ده. وسيطره، مين قال لك؟ بيقرا الشخصيه وبيعرف انه ضعيف لا ده مامته بتبقى لا, لا 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 طب الاب هنا في في ال... الاب في القصة آه بصي إيه. على فكره في رجاله كتير جدا بيعشقوا فكره الوجاهه الاجتماعيه والاخلاقيه انا, أنا كبير المنطقه بس على مع فكره عيالي بنشوفها كتير محل. جدا اكتر واحد متزعم فكره أنه هو اللي بيحل المشاكل هو اللي في بيقعد في الاعداد هو الـ 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 الوجاهه يحبوا قوي الرجاله يحبوا فكره الوجاهه الاجتماعيه فمش والاخلاقيه بيتهم الاول بالظبط كده هم دول اكثر ناس في الغالب برضو عشان التعميم غلط طيب. في الغالب بيبقوا هم اكثر ناس ظلما وعداء وفشلا في علاقاتهم الاسريه مم. واكثر ناس مقربين ليهم هم اللي بيبقوا عارفين حقيقتهم طب ليه بيبقوا كده هو في رجاله كده بيحبوا يلبسوا قناع بي هي ما تبقاش حقيقته بس هو عاشق لفكره الوجاهه الاجتماعيه انا عايز يقولوا علينا الكبير انا اللي بقعد في في الاعداد وحل انا شوف بتعمل لي 1000 حساب أيوة. وفي بيتي بتقولك... مش عارفه اربي عيال بتقول لك بيقعد يحل مشاكل بياخدوا رايه طب فعلا كبير بيبقى الاغلبيه منهم شخصيته مهزوزه كده في البيت مش مهزوز ده بيبقى نقيض اللي هو بيظهره قدام الناس انا شايفة كده مهزوز لما بنته تيجي تقول له يا بابا لا هو مش مهزوز انا بحبك لا هو مش, مش مهزوز عجل. لا 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 هو مش مهزوز البنت الكبيره بنت بتمارس السيطره على ابوها وامها لانها شخصيتها قويه يا بنت الايه ف انت عندك دلوقتي البنت دي حاسه بالضعف الاول حاجه بيمارسها المتنمر على المتنمر عليه ان هو يلعب لعبه القوه انا اتنمرت عليكي انت نهارتي وعيطتي وجريتي كل ما اشوفك عليكي اذا انا حققت الهز الانتصار مم. لذلك صاحبتها لما اشارت عليها ودي على فكره نظريات التنمر نصحت المتنمر عليهم بكده انك انت تواجه التنمر بقوه بثقه بنظرات قويه مم. مم. انا ما انظر ليه باستخفاف انظر ليه بان انا مش مش مهتمه. قوي فعني. ده اخرك اه لكن هي <applause> اول ما تتنمر عليها يا اما تضحك وتبين انها مش هاممها لا هو باين ان انت همك هي بتبقى عارفه انها جراحتك وانك انت بتحاولي تمثلي ان انت مش مجروحه. يعني وبعدين... بتبقى عارفه؟ اه طبعا بتبقى يعني ما عارفه تقول يعني لها ده هيت ده هيتقدم لك على ايه؟ انت شايفه مش شايفه شكلك شايف ايه؟ دي غيره هي عايزه لما البنت ضحكت لما اميره ضحكت وقالت انا كنت بموت من جوايا التانيه دي كانت عارفه اختها؟ اه طبعا فاهمه عارفه بتاهم؟ انها ضعيفه وبتنهار وبتخش تعيط وي, وي والكلام ده طب ده كم... ياثر ازاي على شخصيتها يا منى؟ وانا واحده ماشيه في الشارع يتقال لها يا عجله من ولاد اختها يعني المفروض انا خالتكم احترمتوا بصي اولا اولا مبدئيا كده يعني احنا عايزين احنا عايزين نقول للاميره ان في شويه حاجات كده لازم هي تسلم بيهم ايه؟ اولا فكره ان في في العالم كله مسمى اهل بغيضون انا قلت انت هتقولي اسر سامه يعني اهل بغيضون؟ يعني هم اهل, أهل بغيضون يعني ام غير متعاطفه غائبه عاطفيا واب قاسي وعنيف اباء وامهات ما بيعطوش الحب والحنان المطلوب منهم م. وبالتالي بيطلعوا كل افراد الاسره كل واحد فيهم عنده اضطراب مختلف طب ازاي هنا اسر زي ما انت بتقولي اسر سامه كده او ان تبقى مش كويسه وحاسه ان في ناس كانت بتتريق عليها فبيعملوا كده في عيالهم يقدروا يربوا جواهم اخ سوي بياخدها ويخرجها وبيدلعها ويعملها كل ده إزاي؟ وارد جدا على فكرة إن الأسرة يبقى فيها أفراد كتير مضطربين ها. ومع ذلك بيطلع واحد صالح أو بيطلع واحد مش شرط يكون صالح ولكن هو عنده وعي ذاتي فقرى الليلة فهم ان اهله بيتصرفوا بطريقه غلط ان باباه ومامته بيتصرفوا بطريقه غلط ان البنت دي مظلومه فبيتعاطف معاه طب لما هو بيتعاطف معاه ليه ما راحش مثلا قال لاهله طب يا جماعه ما كفيانة كده على ما يمكن ما هي ما قالتش انه ب... انها بتحكي له ولا طلبت منه المساعده اه يعني, يعني يمكن عشان هي ما قالتش هو ما يعرفش لسه في ان اه هي مش حتى معايه. لما جت تعمل محاولات عملت محاولات غلط يعني ما سمعش ان هي قطعت ايديها بالموس أه اكيد سمع هو بيحاول تعيده بالموس بصي طالما هو ما حاولش اولا يا اما هي ما اشتكت له. له يا اما اهله صعب برضه بالشكل اللي هو ما يقدرش يتدخل بيه يعني هو كافي خير وشره من الاخر اه يعني اه يعني اكيد بصي اكيد هو تمارس عليه برده حاجات مش كويسه فهو عارف ده هو بيعملوا ايه ينفع حد يقطع ايده بالموس عشان يجبر حد ما احنا قلنا وحير. قبل كده ان دي بتبقى على فكره ده وارد. مرض لا هو مش مرض هي مش هتخافي على نفسك يا منى عادي بصي عايزه اقول لك حاجه انتي انت متخيله انها بتقول ده كانت بتوصل لمراحل انها بتصحى من النوم تلاقي كدمات زرقاء هو ده بجد اه في يعني متلازمه في متلازمه اسمها متلازمه الزعل بتطلع حاجات زي كده وبالذات الفتيات والبنات يعني الاقي ان انا عندي كدمه زرقاء او بس بس بيبقى ليها اساس عضوي يعني ان هي مثلا شعيراتها الدمويه ضعيفه ان هي جلطه ممكن اصل هي بصي الكدمات الزرقاء دي لازم هي يعني فيزيكالي عضويا يعني تكشف في الاول مم. تاكد ان مفيش حاجه لان ساعات الجلد بيرسل اشارات انذار او رسائل انذار ان في حاجه مش مظبوطه في, في الجسم. بس زعلانه صحيت في بعض لقيت الناس لقيت. بيحصل لهم كده بس مش كل الناس بس الدراسات قالت ان الفتيات اكتر طب ده خطر؟ إيه لو هي اتاكدت ان مفيش حاجه فيزيكالي يبقى لازم تتعالج نفسي ويتقلل عليها ال مفيش حاجه في جسمها بتسبب ده لو شعيرات دمويه او بوادر آه أو شعارات أو شعارات دموية حاجه اه الشعيرات الدموية بتاعتها بتبقى ضعيفه علاج نفسي إيه علاج نفسي ويشوفوا الشعرات الدمويه في في الغالب بتكون ضعيفه يعني فبت... ممكن ترمي نفسها من بلكونه ممكن تحت البريشر الفظيع الضغط الفظيع اللي هي فيه ده اه ممكن تقدم على يعني الانتحار ممكن يولد إن حد آه يرمي وممكن تكون محاولات بلقونة. زي ما قلنا قبل كده اللي هي جذب التعاطف او نيل ان هم يهدوا عليها شويه يعني عايزه بصي على فكره محاولات الانتحار علم النفس بيفسرها ان الغالبيه العظمى منها بتبقى صرخه الم يعني انتوا ما فهمتونيش بالكلام فانا هفهمكم ان انا بتالم لدرجه اني هانت عليها نفسي وبموت روحي بس ما بيقولش قبل ما ينتحر المنتحج. لا ما بيقولش لانه لو قال يبقى معناها دي مش صرخه الألم. هو هو نفسه في اللا وعي بتاعه هو مش مركز ان هو قاصد ينتحر فعلا ولا مش خايف. هو مش عايز ينتحر يعني طب مش خايف ان هو يموت يعني وعي بتاعه ومش خايف اللا من ربنا الوعي بتاعه هو مش عايز يموت في الغالب اه لكن هو عايز يقول لهم درجه الالم اللي هو بيعاني منها عامله ازاي لدرجه انه بيموت في نفسه فيقوم يوصل لهم ألمه وفي نفس الوقت يجذب يعني انا مره كنت بقرا حاجات كده يعني بالمناسبه بتاع البلكونه والانتحار والحاجات دي لقيت حاجات على الفيسبوك رسائل مقبضه يعني الناس تقول لك الحياه لم تعد تحتمل حاجات كده دي اخر رساله كتبها لا كتابها. احنا ممكن كلنا نقول الحاجات دي في لحظات آه. آه. لا أوه. وزي دليدا ما قالت ان انا خلاص مش قادرة اعيش الحياه دي تاني زي ما ما كانت رسائل بقى هي دي رسائل في ناس كتير بتبعت رسائل معينه الناس دي كل ده ومش عارفين يطلعوه اه الناس ما عندها ثقافه الوعي النفسي ما تعلموش ان انا المفروض اشتكي نفسيا انت عندك مشكله ايه يعني الاباء دول ما هدول أنا... أنا و... الاباء دول اتربوا على ان إيه يعني ايه تناقش مشكله نفسيه يعني انت ايه اللي تعبك يعني انت عايز زي الفل اهو انت أوه. في اللي مضايق انت بتاكل لحمه كل يوم يعني معلش اه بتقريب. انت عايش زي الفل وما يعني... بتعملش اي حاجه انت متضايق في ايه ما تعودوش ان في حاجه اسمها ان انا عندي تعب نفسي ان التعب النفسي ده وارد ان انا اعبر عن روحي فالحاجات دي طبعا بتخلي يعني بنت زي ديت باختها بتمارس التنمر وغيرنا منها لدرجه انها بتسلط اولادها عليها اولا على فكره البنت دي اللي هي اختها اولا دي شخص ما بيعرفش يحب هي, هي متجوزه ومخلفه اهي هي ما بتحبش نفسها ام هي كارهه روحها حتى عيالها مثلا لا بصي الشخص اللي بيكره نفسه لا يستطيع ان يحب احد ما يعرفش يحب حد ولا عياله. ولو حب بيحب حب غير سوي بيحب بس بيحب و... يعني ايه سوي. امتلاك حب امتلاك لو مش لا. حب سوي. يعني انا دلوقتي قدامي ام بتقول لي اولادها اشتبوا خليتكم في الشارع وقولها يا عجلة في حاجة الشارع أدب والله هل دي والله ام اللي هي مش خايفة على انها تضرب اخلاق أولادها انها بتفسد شخصيتهم انها بتعلمهم الجحود وقله الادب اني مش خايفه عليهم من عقاب ربنا قمه خوفك وحبك لأولادك الحب الصحي ان انا ابقى خايفه عليهم من عقاب ربنا ده. دي من النظام اللي هي اذا خاصمه فجر دي لو اتخاصمت لو تزعلت مع جوزها هتخلي ولادها برضو يشتموه وتفتكري ان امها اللي كان عندها 8 عيال أم اللي هي ما اهتمتش بقى لا هم الثمانية مش كلها من مش نفس الأب وأم مش شوية يعني أم. كانوا هم ستة وفي اتنين تانيين هما يعني هم يعني قرايب كمان اه يعني آه. قولي قولي تمن عيال هم ما اهتموش غير بدي وحبوا دي أكتر واحدة مش بيحبوها أمال ليه؟ هي شخصية مسيطرة على اللي حواليها بتعرف تلعب بتسيطر عليهم ازاي يا منى بصي عارفة إيه عارفة الشخصية اللي بيقولوا عليها بتعرف من أين تؤكل الكتف اه اللي هو هي مجرد ان هي بتكره اختها وبتغير مم. منها وبتحقد عليها ووصلت درجة الضغينة الضغينة دي شدة الحقد اللي هي بتبقى ممزوجة بالدرجة من الرغبة في الإزاء انها مم. بتأذيها نفسيا يا ضغينة ان يبقى حد كاره حد وغيران منه وعايز يأذيه اه الضغينة دي بصي الغيرة اسوأ أنواع. بصي انا عايز اقول لك حاجة آه. بالنسبة للغيرة الغيرة كل البشر بيغيروا بجد؟ اه طبعا من غير من ايه؟ اللي يقول انا ما بغيرش ده بيضحك على نفسه غير من ايه؟ في غيره اسمها غيره محموده انا شفت حد ناجح في حاجه انا عايزه انجح نفس زيه اه لا ده دي مش غيره ما دي اسمها انا بتمنى له بس عايزه آه. زيه دي اسمها غيره يا ربنا يبارك لك يا بنتي واعمل حلقه زيك انا في ما يوم حبيبتي يعني. اسمها آه. غيره محموده الغيره المحموده اللي بتحفز الانسان انه يطور نفسه وينجح اكتر ويبقى دي احسن دي طبعا دي حلوه جدا أنا بحبها منافسه آه. انا بحبها فبتبدا لو انا بقى ربنا قال في القران ونفس إيه ونفس إيه وما سواها فالهم فجورها وتقواها قد افلح من زكاها آه. وقد خاب من دساها فضحها. الانسان مطالب قدام ربنا انه يزكي نفسه، يعني ايه يزكي نفسه؟ مم. يعني انا اراقب مشاعري السلبيه طبعا. الوحشه السيئه وابتدي اهبطها واجاهد نفسي لما احس ان انا غرت من فلان انا هعمل تصرف مخالف، انا بدل ما هتجاهله انا هقول له مبروك انا هكلمه صح برافو هو بيجاهد صح ايوه الناس بقى اللي ما بتعرفش تعمل التسكيه دي مم. بيحصل لها ايه بيبقى نفسها بقى بتعطب او بتفسد او بتبقى أو بيحطم الله على قلوبهم خلاص بالظبط وبيبدا مش ينتقل من الغيره العاديه الطبيعيه اللي عند كل البشر الى ان هو اصبح شخص حسود ثم ينتقل الى الحقد ثم الى الضغينة الضغينة دي اعلى أعلى. اعلى درجات الغيره اه ليه بقى لان ربعت. خدي بالك اختها دي بتمارس حاجتين كمان مم. هي بتمارس الانكار هي بتنكر على نفسها انها اه بتقولك يا أتخمين. ما دي وسائل كل ده عشان قالت لا مش هديكي لا لا لا, لا. تاريخ ده تاريخ من زمان وهي صغيره خدي بالك على فكره ممكن كمان البنت دي الطفل الصغير لما بيجي دايما بياخد كده فرحه في الاول اه فممكن تكون دي معلمه جواها وهي مش حاسه هي اللي مكرهه في اختها طب تفتكري لو كنت اديت لها اللبس عندنا في السيكولوجي يقول لك ان انا ممكن عن طريق احلامك لو م. انت حكيتي عن احلام اقول لك انت ترتيبك الولادي او في الاسره ايه؟ لا يعني لا لا دايما لا. الولد او الطفل اللي هو الاكبر بيحلم دايما ان هو بيسقط من اعلى يعني ايه بيسقط من اعلى لان في واحد جه هز عرش ونزله اللي هو الطفل الاولاني اللي هو المدلل اللي واخد كل الاهتمام في واحد جه كل كل الاسر بيحصل فيها الكلام ده ده هو حتى ولو يعني الطفل طب بيحلم بايه لو الكبير بيحلم ان هو بيقع الصغير بيحلم انه في سباق هو عايز يحصل الكبير الوسطاني بينال... بقى بيعمل ايه الوسطاني على فكره دايما بعيد عن الاضطرابات شويه احنا عندنا في السيكولوجي يقول ان اكثر ش... فرد في الاسره او في الاولاد الترتيب الاولاني الكبير خالص او الصغير دايما أو, أو, أو الصغير ده يعني بتفرم لا بتفرم. الوسطاني ممكن يعني ما ينالوش حاجه قد كده بس اكتر واحد بيبقى عنده اضطرابات او بيقع عليه زي ما بيقولوا اضطرابات الاسره كلها هو بيبقى يا الكبير يا الصغير يعني بيبقى عندهم اضطرابات الكبير والصغير واحد عنده طفلين يبقى أو. كبير والصغير يبقى لا. يبقى اه يعني مش, لما مش بالضروره ما انا بقول لك ممكن في طفل معين في طفل ها. معين بيتصب عليه كل الاساليب دي كده فكرتيني بيك فكرتيني بقصه سيدنا يوسف عليه السلام لما قالوا سبس. لا تقصص رؤياك على إخواتك يعني اللي هو هيكيدوا ليك بالزبط. كيد لما قالوا ان هو وكيد الرجال كيد كراهيه اعوذ بالله. بالله مش كيد حب زي كيد النساء آه. يعني السيده زليخه لما كادت لسيدنا يوسف آه كادت لها حبا آه. انما كيد الرجال اقوى ولكن الرجاله بيروجوا دايما ان ان كيدهن عظيم احنا جينا جنبكم إحنا واحنا غلبانين خالص طيب <applause> ناخد راي الدين كمان يا مون معانا مكالمه من دكتور احمد العشماوي استاذ التفسير وعلوم القران جامعه الازهر السلام عليكم عليكم السلام ازي حضرتك اخبارك ايه استاذ خالد طيبه راقيه واهلا بالدكتوره منى تسلم ومنورنا. ايه حكم يحمي الشرع بقى يا في التفرقه بين الاهل يعني تفرقه الاهل بين الولاد؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ثم اما بعد. هذا خطا فادح لان <applause> الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق <applause> ومن ثم يجب ان يحترم الانسان خلق الله وهو الذي امر فقال سبحانه وتعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان يعني ده ذنب يا مولانا نعم لما اشيل لحد من عيالي احلى حته في الفرخه عشان هو جاي النهارده وبقاله كتير ما كلش ما من اكلي ده ذنب اتقوا الظلم كما قال صلى الله عليه وسلم فان الظلم <applause> ظلمات يوم القيامه آه قال صلى الله عليه وسلم <applause> اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فالانسان يعني ما, ما يجب عليه مولانا. ان هو يخرج الاولاد تخريجا سويا سليما بحيث لا يتظالمون ولا يتباغضون فيما بينهم. بس ممكن يحبوا في سره يا مولانا. نعم؟ ممكن يحبوا في سره يا مولانا ما يبينش لاخواته صح؟ الحب من الامور القلبيه قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. آه. لكن على الانسان ان هو لا يظهر هذا الحب بصورة تغيظ الآخرين ومن ثم يكيد له ولأولاده ده جهاد المتضلين. جهاد يا مولانا طب أنا عايز أسألك بقى على حكم الشرع في السخرية نعم ده 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 ذنب أو إثم كبير السخرية مذمومة شرعا واجتماعيا وعرفا وعقلا في كل اتجاهات السخرية مذمومة قال الله سبحانه وتعالى حينما عيرت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم <applause> أم سلمة وهي أم المؤمنين أيضا عيرنها بقصرها فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون وعلى هذا فلا يجوز لاحد ابدا ان يعني يعني يا مولانا لو, لو حد لو حد على حد والثاني قال حتى لو في سره الله ونعم الوكيل سبط. ده ربنا يجيب له حقه في ساعتها صح ما فيش. طبعا الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى هو المطلوب حتى يعني حينما كان البعض بيستفتيني لان هذه القضيه شائعه جدا في كثير من البيوت حكايه التفضيل وحكايه السخريه وحكايه الزراء هذا موجود في كثير من البيوت فننصح في مثل هذه الحالات بالالتجاء الى الله سبحانه وتعالى فهو خير الناصرين الانسان مننا عليه ان يصبر ويحتسب وعليه ان يعلم ان الدنيا الصاغ ابتلاء بسم الله الرحمن الرحيم الف ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم اذا فكل انسان مننا له ابتلاء معين وعليه ان يصبر فان الله يجزي الصابرين خير الثواب نورتنا يا مولانا وانا بشكرك لانه فعلا لو الناس تعرف كده احيانا فعلا انه بتسخر من حد او بتتنمر على حد سبحانك يا رب وشفتها قدامي ممكن فعلا ان هي تلاقيها في عيالك غصب عنك وكما تدين تدان مش صح يا منى ساعات بتحصل فعلا اكيد طبعا يعني الايات اللي قالها دي ربنا حرم التنابز بالالقاب والسخريه ده ذنب ذنبه ليه ايه وفي ايه تانية كمان اللي هي ويل لكل همزه لمزه طبعا حد يقول كده اه وهمازه يعني هي لو راحت قالت لاختها كده بدل ما تروح ان هي أو تت... أنتِ عارفة مشكلة أختها قلبها مش هيفوق؟ أنا عايزة اقولك إن مشكلة أختها إن هي مش مريضة نفسيًا فقط. إيه بقى؟ هي مريضة قال قلب، قلبها مش سليم، قلبها حقد وضغينة، زي الضغينة دي ما بتمسك في القلب؟ طب لما كلمة الولد شتمته عشان هو مش عايزاه تتجوز بيقول لك هماز مشاء بنميم مناع للخير معتاد اثيم هي بتعمل كده فوتها يعني بتمنع عنها الخير ايوه بتمنع عنها, الخير لانها مغلوله منها انها ازاي احلى منها بتقول احنا مش مطمناها في تفاصيل شوية. ما هي بصي بقى من صفات الشخص اللي هو السام ده او الشخصيه المؤذيه ان هو بيعمل ايه ان هو طول الوقت قاعد بيدور يتلاعب ويعزلك عن الناس هي بتعمل ايه قاعده بتكذب وتتلاعب عشان تبعدها عن مامتها لما تلاقي قربت منها تبعدها عن باباها وعلى فكره في الغالب صاحبتها اللي هي بعدتها عنها دي هي اكيد عملت حاجه وبعدتها عنها إيه اميره بقى لما سمعت كلام صاحبتها وهو ده اللي بيوصوا بيه المتنمر عليهم انك انت تردي ابسط حاجه انت ليه بتنهاري وتطلعي تجري تعيطي ما تردي عليها بدل ما تجري وتعيطي كان مش ممكن بموبايل اللي معاها اخوها وتقول له تعال الحقني تعالى بصي بقى, بقى من ضمن الحلول من ضمن <applause> الحلول ان هي لابد انها تدخل ناس ذو تاثير ناس ليهم اثر ليهم كلمه بيأثروا على بابا بيأثروا على مامتها عمتها اخوها ناس اكيد في خلان في عمام في جد في ناس في العيله لازم لما يبقى في مشكله زي دي في الاسر في طفل مغلوب على امره او فتاه مراهقه مغلوبه على امرها تلجا للناس دي مش ممكن تكون أميرة مش حاسه ان هي ممكن تكون مأفوره شويه من كتر ما هي هو بصي انا عايزه اقول لك حاجه انت لما اكيد مش بالوحشه دي بصي هقول لك حاجه انت لما انا برضه الراي الثاني أنتي آه. انت لما بتيجي تحللي القصه وتبتدي ها. تتكلمي فيها بتاخدي بناء على ايه على الكلام اللي مكتوب تمام مم. فيعني اكيد هي مش هتفتري على اختها بالمنظر ده ممكن تكون اميره بتعمل بعض الاشياء اللي عارفه عن طريقها تكسب بابا ومامتها فده برده من ضمن الحلول ان هي لازم تستخدم حاجه القوة الناعمة او القوه الذكيه ده مصطلح مهم جدا لو هي نعرف بقى ايوه فعلا هي تعمل ايه يعني انا قلت لك دلوقتي بقى عايزه خطوات وعايزه روشته هي تعمل ايه لانه ل... العريس اللي جاي كمان هسالك عليه في حاجات كتير قوي فقولي آه. هي تعمل ايه بصي اول حاجه هي. اول حاجه مم. لابد انها تستخدم زي ما قلت الناعمة او الذكيه بمعنى ايه انا ارد على اللي قدامي بطريقه فيها لوم وعتاب وبقوه هي مش خبص لا مش خبص دي قوه النعمة قوه بصي القوه الناعمه دلوقتي بتستخدم في الدول العظمى اللي هو عن طريق الفكر والثقافه والاقناع مم. هي دي اللي بتمشي الدول وبتمشي الناس الحد الكويس مم. دي عايزه الزك... بتتم فعال ما, ما احنا بنقول لا ما هو برضو الموضوع مش سهل اه طبعا حضرتك دلوقتي يا يعني واحده بتتنمر عليا اخش اقولها بقولك بقول لك يا بنتي انا عايزك تبقي احسن من كده معايا لا رقم ضربه اه لا ما هو هي نعلني. ما هي لازم تتعلم انها أو تكون قويه لها نفس الكلمه هي لازم تتعلم انها تكون قويه م. بمعنى انها عامله زي كره التنس كره التنس دي بتضغطي عليها كده وتفردي ايدك بترجع زي ما كان انا اعرف ان كره التنس لما بتضربيها بترد في وشه وترد في وشي برافو عليكي <تخبط> امسكي بقى عايز. كره هي بقى عامله زي كره البينج بونج كره آه. البنج البينج بونج لو اتكيتي عليها كده بتطبق اتكيتي عليها كمان شويه تتكسر دي حلو اسمها أيوه. المناعه النفسيه مم. لابد انها تقوي مناعتها النفسيه نظره العين بترضع انسان تخوفه ما تخليه ما يجيش قوة أه خلاص خلصنا. انا ممكن ارد بنظرة عيني قفلنا الموضوع اه طبعا فهي فكرة انها عايشة الضحية الضعيفة اللي تطلع تجري هي مشكلتها انها قاعدة بتدور يا عيني على انها عايزة تنول الحب هي محتاجة حد يقويها مش عايزة تنول الحب محتاجة حد يقويها وانا اقول لها قومي اتصرفي ما صاحبتها لما عملت ده معاها 17 سنه برضه يا روحي صغيره ما هي اه عشان هي ما عندهاش خبره ونضج فعلي كافي صاحبتها لما ادت لها المفتاح وبعدين سحبت من حياتها رجعت هي تاني كما كانت اه بصي القوه الحقيقيه اللي بتخلي الانسان يسيطر ويتحكم في حياته ويغيرها ويبقى كويس القوه اللي مصدرها نفسه لو انت بتعتمدي على قوه خارجيه في انسان ممكن يموت في انسان ممكن يسيبك طب على عريس بقى عشان هسالك على عريس كمان نعمل ايه توافق عليه حتى لو مش جاهز دلوقتي وهو هي المشكله بيها؟ مش فيها حضرتك المشكله ان هي اختها هتمنع ده اصلا ما تاخدش رأيها، يعني هي لها كل جوازه اه طب نعمل ايه في البنت دي ما هي بقى المفروض انها تتعلم من الدرس انها ما تحكي لهاش حاجه طب ما هي ما حكيت لها ايه كلم مامته ولا تكلم مامتها وبعدين هي تحاول مع ماميتها تاني لان مامتها دي من نوع الامهات اللي بيسموهم الام المتغيبة عاطفيا عن حياة لا أو الغائبة عاطفيا ده مسمى برضو مع اللي كسبان أنا مع اللي لا عليك. لا لا اللي هم ما بيعرفوش وعاطفة وحنان لأولادهم اللي هي عاطفة الأم الطبيعية م. فالبنت يا عيني مقهورة إنها مش قادرة تنول حب العائلة يعني الأسرة عايزة تحس إن بابا حنين عليها ومامتها حنين عليها هم لقوها بقى ضعيفة والتانية ما تعرفيش برضو بصي الشخصيات اللي زي أختها دي بيستخدموا أساليب إن هي تعرف إزاي تخش الواحد من نقطه ضعف تشوف بابا ايه اللي... هي بقى تستقوى بيك يا منى آه انا معاها طبعا لازم تقوى لازم تقوى تستقوى بيك اه طبعا لو طلبت احنا بس نوصل احنا ما هو بقى من ضمن اساليب التعافي من الاسر السامه ان انا الجا لمعالج نفسي يساعدني مع المساعده الذاتيه او القوه الذاتيه هي محتاجه معالج الذاتية. نفسي فعلا هي محتاجه معالج نفسي عشان يقويها بس م. هي مش مريضه منى قولي لي بقى رساله اخيره الامير اولا اميره بدل ما هي مركزه في انها بتدفع الضرر الخارجي اللي هو تنمر باباها ومامتها واختها هي ليه ما فكرتش تدفع الضرر داخليا انها تشتغل على نفسها تحب إن نفسها إن تحب نفسها كوني رحيمه بنفسك كوني رفيقه لذاتك كوني متعاطفه مع نفسك اذا انت اصلا ما انتش دع... رحيمه بروحك بعد ربنا مين هيرحمك هي قاسيه قوي على روحها لو مش عايزه تخس ما تخصش. لا لازم ليه ما تخسش لو هي عشان هي اللي تكون راضيه عن نفسها يا ما انا ضد ان حد يخس خاطر المجتمع لا لا لا, لا 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 ما فيش حاجه اسمها ضد انا بعمل الشيء اللي فيه صحتي وفي حياتي كون ان انا اكون مش بتأثر. لا ده اسلوب حياه ان انا مثلا دلوقتي مظهري مش كويس احاول حول مره واثنين وثلاثه ولكن من الواضح ان هي طالما لحد دلوقتي بعد أنا كل مبسوطة التنمر بهذا المظهر او مش قادره لا هي دلوقتي. مش مبسوطه واخده استراحه محارب مش قادره اغير دلوقتي لازم اغير عشان اللي حواليا يردوا عني يا منى لا بغير عشان نفسي بس بغير على نفسي شكرا بغير على عشان نفسي تاني حاجه تاني حاجه ان الامهات اللي شبه مامتها دولت هي ما فيش منهم امل بصراحه يعني هي انك لا تهدي من احببت الله يهدي من يشاء هي تحاول في حاجه في السيكولوجي بيقولوا عليها ان احنا بنبقى مركزين اذا فقدنا الحب اللي عند الام البيولوجيه <applause> الام الاصليه بنفضل قاعدين عايشين في حيره وشك ومحاولات واستنفاذ في الطاقه بتاعتنا ان احنا انا لازم مامتي تحبني هي مضطربه فانت هتعملي ايه مم. دوري على بديل لامك شخص يديكي حنان الام حتى لو كانت دكتوره نفسيه حتى لو كانت دكتوره نفسيه حتى لو كانت صاحبتها شفتي لما قعدت عمتها لما ما بتشوفهاش كتير لما قعدت مع صاحبتها قالت انا حسيت ان هي مامتي قالتها محرومه من الحنان بتشوفهاش كتير ممكن تروح بالزبط. تقعد عندها شويه وتطلب صح. المساعده كمان مم. ان هي المفروض يعني تبقى تحاول كده تثقف نفسها لو هي مش قادره انها تتعلم تقرا تسعد روحها تكتب على فكره من طرق العلاج عندنا في السايكولوجي عندنا تكتب. بص يا ستي عندنا طرق علاج بالكتابه م. فري يعني بتحرر بريشر وستريس كتير ضغط ونفس بيريح جدا دي طرق علاج معتمده القراءه ان انا اقرا نقرأ. على الشيء اللي تعبني دي من طرق العلاج الرسم القراءه كمان هتطلع البريشر اللي جواها اه الرسم من طرق العلاج العلاج بالرسم مم. فعندها حاجات كتير تعملها لحد ما هم يهدوا عليها شويه يا منى وتسلمي لي وعلى <applause> راسي <applause> ميرسي يا منى <مونة. تصفيق> ميرسي <applause> <applause> استنونا بعد الفاصل لسه هنتكلم كلام كتير قوي وانتي بالذات يا اميره استنيني عشان عايزه اتكلم معاكي كتير قوي <applause> اول جريمه عرفتها البشريه كانت بين اخين قابيل وهابيل والسبب هو الحقد والغيره عشان نتعلم الدرس بدري 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 نعرف ان الغيره ممكن تتسبب في الدم والقتل والخراب ده بجد مش بس بين الناس الغريبه لا حتى بين الاخوات اللي من بطن واحده ممكن يكرهوا ويقتلوا وبعد كام الف سنه هيعملوا كده برضو اخوات سيدنا يوسف رموه في البير وقالوا لابوه سيدنا يعقوب ده كلو دي مش احنا والسبب برضو الحقد والغيره ولسه بعد الاف السنين دي ما تعلمناش الدرس وكل يوم وكل ساعه في اخوات لسه بتخسر بعضها بدل ما يكونوا البعض ظهر وسند وامان لسه في اهل بيتعاملوا بجهل وقله وعي واستهانه بالكلام اللي بيطلع من اخ لاخوه او اخت لاختها على انه ضحك وهزار ده مش هزار بس الطرف الثاني بيستقبله زي الرصاص هو بيضحك معاكم بس هو موجوع زي ما كانت اميره بتعمل لحد ما جه عليها اليوم اللي كانت هترمي فيه نفسها من البلكونه انت متخيله ممكن تكوني كاخت بتعملي فيها كده واليوم اللي قطعت فيه ايديها بالموس طب هي كانت ممكن تعمل ايه تاني ليه يا اخت اميره طب استفدتي ايه هتستفادي ايه؟ إن انت الكبيرة ومتجوزة ومخلفة وبتشتغلي، ده انتوا فرق السن بينكم يا شيخة أكتر من 15 سنة، يعني زي بنتك. هتبقي مبسوطة لو حصل لها حاجة بسببك؟ ضميرك هيبقى مرتاح؟ لو رمت نفسها بجد من البلكونة؟ ليه يا أم أمير؟ أنت بتتريقي على بنتك؟ بتفرقي بين عيالك؟ طب ليه؟ وأنت يا أبو أمير؟ ده أنت راجل كبير، ده أنت كبير في المنطقة، ده أنت بتحل مشاكل الناس. باب النجار مخلع حرام عليك بلاش ده لعب بنات وكلام فارغ ده مش دلع ومش كلام فارغ وتسم نفسها ده هزار أنا بقولك ده مش هزار مش كفاية حرمتوها من التعليم وهي لسه في تانية إعدادي بنقول إن مخها تخين يا سلام زي ما في ابن عاق لأهله في كمان أهل عندهم عقوق لأولادهم وبناتهم بتعملوا ايه في بنتك؟ بنتكم بنتكم مش لاقي حد يسمعها ما صدقت ان لقيت البرنامج عشان تبعت لنا. بتدور على صحاب وهي عندها في البيت جيش اخوات. والمناسبة دي عايزه اقول لكم لكل الابهات والامهات اللي بيسمعونا ان في اربع اسباب هم المسؤولين عن الغيره بين الاخوات. الدلع الزياده. الاهل دايما بيعاملوا الطفل الجديد بدلع وحب واهتمام والاولاني بيبقى تجارب. ده بيخلي الاخ او الاخت الأكبر منه بيبداوا يتضايقوا ويشيلوا في نفسيتهم. حصل مع اميره بحكم انها اخر العنقود والبنت الصغيره وبعد كده اتقلب عليها المنافسه والمقارنه شفت اختك شاطره ازاي وانت لا شفت عملت ايه وانت لا ده بيلعب رياضه وانت هتفضلي قاعده كده عجله في البيت لا عقاب الطفل قدام اخوه واخته ده بيخلق نوع من الصراع النفسي بين الاخوات الطفل بيحس إنه هو تهان قدام اخواته وهما فرحانين فيه بيبقى عايز يشوفهم هما بيتهانوا قدامه وتخيلوا بتبقى عايزينهم يبقوا هما الاثنين متهانين قدام بعض عشان ما يبقاش حد احسن من حد عدم المساواه في حاجات بسيطه ساعات الاهالي بتقع فيها لما تجيب للطفل حاجه وباقي اخواته لا على اساس مثلا انه طفل وصغير واخواته كبروا على الحاجات دي مش هيبصوا له غلط ما ينفعش طالما نويت انك تفرح طفل يبقى لازم تفرح باخواته حتى لو في فرق في الاعمار يبقى فرح كل واحد بالشكل المناسب لعمره بس انا هقول اللي عندي وهقول لك خبرتي لانه انا كنت تخينه وكان اكيد بتتقال كلمة الكلمه دي معني بكرهها الكلمه دي بس هقول على حاجه قدرت احول كل ده انه مش مش صحابي اللي هيتريقوا عليا ولا اهلي اللي هيتريقوا عليا لا انا كنت جبروت يعني انا كنت تخينه جدا في الجامعه كنت بقول لك كنت 116 كيلو وكنت ملك الجمال الجامعة عندنا ما هتختاروني بالعافية يعني احنا يا جماعة في البروم هتختاروني هتختار مش مزاجكوا على فكرة حتى في المدرسة كنت ممكن أكون من أحلى البنات لأن روحي كانت حلوة كانت الناس تحب تقعد معايا وعايز أقول لك كان في من أهلي ولسه فاكرة الموقف ده لما أقوله لحد بصعب عليه يعني يقعد يقول لي تستحملتي كده كنت بسافر برا دايما مع أهلي فكنت بجيب لبس جديد كنت مليانة فكانت تيجي تاخد التوب بالتيكت بقول لها لا انا بحبه وأنا عايزاه تقول لي لا انت جسمك وحش مش هيبقى حلو عليك هيبقى عليا انا احلى وانا كنت بسكت بس مش هسكت تاني انا وعدت نفسي اني مش هسكت تاني لو اي حد قال لي حاجه وحشه مش هسكت تاني انا عايزه اقول لك انا دلوقتي في البيت بقى بيتحايلوا عليا ان انا اتخن يعني اللي هو امي كانت قابلاني بقى حلوه البطه جميله البطه اي حاجه حلوه فانا عشان كده طالعه نفسيتي سويه عشان كده بقول لكل الامهات تقبلوا ولادكم مهما كان فيهم اي حاجه حلوه ام الليمبي اي حاجه سالي بتعملها جميله ما حصلتش لكن ابويا كان زعلان هو بيتضايق لما اقول كده بس انا اقول الحقيقه ما تزعلش مني طالما انا اخترت اني ابقى في قصه حقيقيه فانا لازم اقول قصصي انا كمان الحقيقيه لو عندي معلومه قد كده هديها للناس ولو عندي خبره قد كده هديها للناس زي ما وعدت فلا ما كانش بيعجبه كان كل شويه <applause> لسه فاكره لحد النهارده كنت بقى في الجامعه او في ثانويه عامه انا كنت بنام والساندويتش في ايدي المخ ما بيوصلوش اشارات بالشبع اقسم بالله مش هزار ما بشبعش بحب الاكل يعني يا جماعه خلصنا المحاضره يا جماعه نطلع ناكل ايه الناس كلها بتحب وتتحب واللي بتتخطب وانا بدور على الاكل انا عايز انا بحب الاكل وما زلت بحب الاكل مش عارفه ابطله فكنت الاقيه يقول لي انا بصلي الجمعه بعد ما يصلي الجمعه يطلع لي فيني قاعده طبعا الجمعه ده معروفه فطار الجمعه يعني فول ابو زبده يعني البيض بالبسطرمه لا ما حدش يعني الطعميه السخنه <applause> الجمعه فهنفطر فلقيته طالع فيقول لي اخوكي بيعمل رياضه وجسمه حلو جدا أو لا ربنا يبارك له وانا رخمه مستفزه يعني ربنا يبارك له والله ويعني يا ما ربيته يقول لي انا وادعي ان ربنا يغير لك دماغك يغير لي دماغي ازاي يعني مش بقى وانا ما كنتش ان انا بتوجع بس الكلام كان بيوجع قوي الكلام كان وحش قوي 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 يعني لو افتكرته ممكن شوفي انا بقى له هو لك شخصيه قويه وبتاع لا ممكن اعيط ممكن يزعلني انه <applause> أه بصلي وبعد ان ربنا يغير لك تفكيرك ومش عارف ايه ويا رب يا بنتي يتصلح حالك يعني ما هو متصلح يا جماعه ما فيهوش حاجه بس الوحيد اللي كان متقبلني عمره ما ضايقني كان اخويا فعلا يعني انا 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 بشكره يمكن احنا ما كانش ما كناش صحاب وقتها احنا اتصاحبنا وبقينا صحاب على كبر سبحانك يا رب يعني والحمد لله اللهم بارك احلى نعمه بس عمره ما كان بيتريق عشان كده الاخوات اللي بيتريقوا يا جماعه بتوجع قوي يعني انا زعلت لما قلتي ان صاحبتك بتقويكي على اختك مهما كان مين ما يقونيش على حد من اهل بيتي وهما دلوقتي بيحاولوا ان هم يقولوا لي ان هم ما كانش قصدهم ويا حرام كانوا بيعملوا كده عشان انا ابقى احسن حتى لو انت تخينه حبي نفسك عايزه تخسي خسي لنفسك انا خسيت لنفسي عشان ما كنتش اعرف اطلع في التلفزيون <applause> طول عمري كنت اروح اعمل كاميرا تيست الكاميرا مش جايباني مش جايباني ما ما كنتش عايشه وانا ده كان حلمي لا هخس عشان خاطر حد ولا هخس عشان خاطر اتجوز ولا عشان مين يتقبلني تقبلوني زي ما انا ممكن نعمل كده يا اميره تحبي نفسك تخلي الناس تشوفك حلوه انا كانوا بيشوفوني حلوه عشان انا كنت مقتنعه ان انا حلوه وما زلت حلوه خسيت تخنت حلوه دلوقتي لما حد يأثر عليا ويقول لي تخني شويه ومش عارف ايه عارفه امتى حسيت ان انا زعلانه قوي لما جيت اخد كورتيزون يعني لما طلع لي كذا حاجة في شعري كانت التعلبة دي وكتبت وقلت من الزعل معرفش كان زعل على وأنا كنت بمثل إن أنا مبسوطة وأنا زعلانة من جوايا فخدت كورتيزون تخنت بتاع 9 كيلو وأنا بشرب مية بس لدرجة أنا كنت ممكن أقع من طولي عشان مش عايز أكل خايفة خفت من التخن تاني التخن بيخوف ما تخوفوناش يعني أنا بقول لكم أنا قاعدة على الكرسي ده النهاردة شايلة هم لما هاجي أخلف شايلة هم إني شفت نجمات بنحبهم قوي وكتب عليهم نجمات اكس لارج ليه ايه ده ايه اللي بينا فيها اللي هيحبني عشان شكلي مش عايزاه وانت كمان يا اميره اللي هيحبك عشان شكلك ما تعوزيهوش اللي حاببني عشان شكلي دلوقتي انا مش ضامناه بكره ما تحبونيش اللي هيحبني عشان انا قلبي حلو او عشان انا بقول حاجه بفيد بيها الناس على راسي طول عمري فكري كده مش عايزه منك حاجه تانيه أقولك على حاجه مش مستنيه منك رساله جديده عشان عارفه انك هتعملي كده وعارفه انك جدعه واللي تكتب كل ده وتعرف تطلع اللي جواها مش هتبقى حاسه ان هي مظلومه قوي كده واختك روحي اتكلمي معاها وانا بقول لها اهو على الهوا اقسم بالله <applause> لو عايزاني انا اللي اتدخل يا اميره بعتيلي على الانستغرام انستغرام الشخصي بتاعي زي ما الناس كلها بتعرف توصل لي بنا وانا اللي هتدخل وانا اللي هتكلم معاها احترموا نفسكم بقى تنمر اتعمل لي قانون والله العظيم هتجابه واحد واحد ابوك يقولي كبر اعملي نفسك مش سامعه ما ترديش امك سيبيها بس عيطي في حضنها وقولها ماما انا تعبانه بكره تتجوزي وتعيشي حياه حلوه وحياه سويه وما تعمليش اللي اتعمل فيكي عشان فاقد الشيء بيعطيه عشان لما الواحد بيتحرم من حاجه بيحب كل اللي حواليه ما نبقاش وحشين او نرد بانتقام أو نزعل الناس مننا إن أنا كنت بعمل كده وأعوذ بالله إني أرجع تاني كده إنه عشان أبقى أنا متضايقة ومش عاجبني شكلي أضايق حد أوعي تعملي كده وهستناكم في حلقة جديدة وقصة تانية بأبطال تانيين في قصة حقيقية باي باي.